527. The captain has turned on the seatbelt sign on behalf of the flight crew. And that would enable 250 bombs and 250 Nazi fighting planes to raid London every night for 2 months. First, the highlights in the war news before taking you to Washington for the direct report on important developments there. Berlin reports Japanese troops have crossed Thailand's border and have started a drive on the Burma Road. The report that Japanese troops have landed on Lubang Island in the Philippines is not confirmed. The island of Guam is reported still in American hands. Manila has had two air raid alarms, no bombings are reported, and it's believed fifth column action may have been responsible. منذ القدم كان الإنسان يراقب الطيور ويتمنى أن يجوب العالم مثلها، ويظهر هذا بوضوح في الرسمات والحفريات والآثار الموجودة في الحضارات القديمة. فما هي الخطوات الأولى للطيران؟ وكيف تطورت صناعة الطائرات إلى أن وصلت ليومنا هذا؟ تابعونا في هذا الفيديو لتتعرفوا على الإجابة. قديما كانت وسيلة السفر الوحيدة بين البلدان هي الخيول والجمال، وكانت الرحلة شاقة ومرهقة تستغرق شهورا وربما لسنوات، مما جعل الإنسان القديم يتطلع نحو السماء محاولا الطيران، حيث توالت محاولات الإنسان للتحليق والطيران منذ عصور ما قبل الميلاد، ومر تاريخ الطائرات بعدة مراحل فاشلة، واستمرت التعديلات على هياكل الطائرات حتى توصل الإنسان اليوم لصناعة الطائرات المسيرة بدون طيار. فما هو تاريخ البدء بالطيران؟ يعود بداية تاريخ الطيران إلى عام 400 قبل الميلاد لدى الإغريق، عندما صمم رجل الدولة الإغريقي أرخيتاس أقدم آلة طيران في العالم، حيث بنيت الطائرة على شكل حيوان طائر وأطلق عليها اسم الحمامة. وكذلك في الصين، حيث اخترع الصيني لو بان طائرا من الخشب في القرن الخامس قبل الميلاد. واستخدمت الصين أيضا المناطيد الهوائية والمصابيح الزيتية منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت تسمى فانوس كونغمينغ، وكان الغرض من استخدامها بث الرعب في صفوف الأعداء. أما أول محاولة طيران للإنسان فكانت للأندلسي عباس بن فرناس، صاحب أول محاولة طيران في التاريخ، وذلك في عام 887 ميلادياً، حيث درس ابن فرناس حركة الطيور وأجنحتها وكيف ترتفع في الجو، وأرفق تلك الدراسة بالعديد من العمليات الحسابية من حيث الأوزان والسرعات والرياح وغيرها من المسائل الدقيقة، إلى أن صنع الرداء المكسي بالريش وحوله الأكمام ليشبه في شكله الجناح الذي قام بارتدائه، فجمع غفيرا من الناس، ثم قام بالقفز من مكان مرتفع في محاولة للطيران بالقرب من قصر الرصافة في قرطبة، ونجح فعليا في التحليق لبعض من الزمن، ولكن إغفاله لأهمية الذيل في عملية الهبوط أدى لسقوطه وإصابته في الظهر. وبالرغم من فشل ابن فرناس، إلا أن تجربته قد ألهمت الكثير من العلماء لتطوير آلية الطيران. فما هي مراحل تطور صناعة الطائرات؟ في عام 1783 سجلت أول محاولة طيران لإنسان باستخدام آلة أخف من الهواء، وذلك بفضل جاك شيريل والأخوان مونغولفي، وتبعا لذلك توقفت البحوث الخاصة بالآلات الأثقل من الهواء. استمرت صناعة الطائرات الشراعية بدون ركاب حتى عام 1890 ميلادية، وفي عام 1903 تمت أول محاولة ناجحة للتحليق بآلة أثقل من الهواء، ولمع فيها اسم الأخوان رايت، اللذان حققا أرقاما قياسية للتحليق بآلات أثقل من الهواء، وسجلا أطول مدة طيران في ذلك الوقت، وهي 75 دقيقة على ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض، وينسب إليهما الفضل في سير صناعة الطائرات على خطى ثابتة. الحرب بالطيران. تم استخدام الطائرات الأولى والطيارين الأوائل في مهام الاستطلاع، وأول الدول التي قامت باستعمال الطائرات في الحرب كانت بلغاريا في حرب البلقان ضد مواقع عثمانية، ثم سارعت الدول الكبرى لامتلاك سلاح جو، واختصت الطائرات في الاستطلاع، لكن ما لبثت أن تم تحديثها بالتسليح بالرشاشات المحمولة للتغلب على العدو، ومنذ ذلك العصر اهتموا بصناعاتها وتطويرها بكميات كبيرة، حيث تم اختراع المحرك النفاث الذي تم استخدامه في الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر ذروة استخدام الطائرات، حيث تنافست الدول على امتلاك الطائرات وتحديثها بإضافة الأسلحة الثقيلة وأسلحة الاعتراض كالصواريخ والقاذفات بعيدة المدى. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت بوادر الطيران التجاري. بداية الطيران التجاري. مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت بوادر الطيران التجاري باستعمال الطائرات العسكرية المنتهية خدمتها في التجارة ونقل الأشخاص والبضائع، وتم تطويرها فظهرت أنواع جديدة كالبوينغ والإيرباص وغيرها، واستمرت الإنجازات بقيام الخطوط الجوية البريطانية عام 1976 باستعمال الطائرة الفوق صوتية الكونكورد القادرة على عبور المحيط الأطلسي في أقل من ساعتين، وما زالت التطورات حتى وقتنا الراهن، فكيف تصنع الطائرات اليوم؟ تخضع الطائرة إلى العديد من مراحل التصنيع لتستطيع الطيران بنجاح. تبدأ بمرحلة التصميم، حيث تعتمد على الهدف الذي ستبنى من أجله تلك الطائرة، سواء كانت لغرض عسكري أو تجاري، والمواصفات المطلوبة فيها. وتعتمد آلية تصنيف الطائرات على عدة أسس، فمنها ما يصنف على حسب الأجنحة، حيث يمكن تصنيف الطائرات حسب عدد الأجنحة المثبتة عليها، مثل الطائرات ذات الجناح الواحد والطائرات ذات الجناحين. ومن الطائرات ما يصنف أيضاً على حسب العجلات، حيث تعتمد بشكل أساسي على عدد العجلات وكيفية تركيبها في الطائرة. ومنها ما يصنف على حسب الدفع، فتصنف الطائرات على حسب مصدر قوة الدفع للطائرة، مثل طائرات المحرك الترددي والطائرات النفاثة. بعد تحديد الهدف والمواصفات يتم استخدام الرسومات والمعادلات من قبل الشركات المختصة، يليها عملية المحاكاة الواقعية لتلك التصاميم باستخدام أجهزة الحاسوب، ثم يتم صناعة نماذج واقعية مصغرة للطائرة وتجربتها في أنفاق رياح خاصة. مرحلة التصنيع. يتم تصنيع أجزاء الطائرة الرئيسية كل على حدة بالتعاون بين أكثر من شركة مصنعة، وتدخل العديد من المواد في عملية صنع الطائرات، إذ يمكن أن يدخل الخشب وعدة أنواع من المعادن كالتيتانيوم الذي يصنع منه المحرك، إضافة إلى المواد المركبة والألياف الصناعية وخلائط الألومنيوم المعدنية والتي تمتاز بقوتها. أما عن مكونات الطائرة فهي تتكون من أجهزة قياس الطيران وأنظمة الطائرة وأنظمة هيدروليك الطائرة، بوصلة الشحن الجوي حاجز الضغط الخلفي وأجهزة فحص الدقة وأجنحة وذيل وهيكل مصنع من الكروم، إضافة إلى صندوق تسجيل الرحلات الجوية والذي يسمى اصطلاحا بالصندوق الأسود، وعدة للهبوط، وقمرة قيادة وهي الغرفة المسؤولة عن التحكم في الطائرة. مرحلة التجميع هي آخر مراحل بناء الطائرة والتي يتم فيها إرسال جميع الأجزاء الرئيسية المصنعة من قبل الشركات المختلفة إلى المصنع الرئيسي والذي يقوم بدوره بتجميع تلك الأجزاء وتكوين الطائرة، ثم يتم فحصها للتأكد من خلوها من العيوب، حيث تخضع لسلسلة من اختبارات الطيران لفحصها والتأكد من صلاحية جميع أجزائها وأنظمتها، ثم تصبح جاهزة في الشكل الذي نراه لتسهل علينا مشقات الحياة وتمنحنا الرفاهية.